يا راجل كلك لقمه قبل ما العيال تصحى تنسي في الاكل ما تلاقيش لقمه تاكلها. انت بتعمل ايه؟ ببعت رساله لمحمود. يا سلام على الصبح كده؟ ايوه اصل كان المفروض ابعتها له من امبارح بس نسيت علشان اطمنه ان الدواء بتاع الحاجه وصل بالسلامه عشان محمود ما يبقاش قلقان وهو بيشتغل يعني. ولو اني مش مصدقاك انما هروح انشر الغسيل وارجع لك تاني اقرا الرساله بنفسي. لا انا مسحتها خلاص بعد ما بعتها، اصل الذاكره بتاع التليفون بتاعي ممتلئه. ايه ممتلئه؟ بقول لك ايه، انا ما ياكلش معايا الكلام ده، اطلب لي محمود دلوقتي حالا افهم ايه الحكايه بالظبط. صباحنا وصباح الملك لله. في ايه يا هدى؟ مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ مش مصدقاني ليه؟ مش انت اتاكدت بنفسك امبارح؟ ولا انا يعني لازم كل جمله اقولها لك احلف لك وراها بالمصحف عشان تصدق؟ فين الثقه اللي بينا يا هدى؟ ثقه موجوده يا اخويا. تحب اغرف لك؟ إيه؟ اجيب لك شويه ثقه في طبق؟ ياه للدرجه دي يا هدى؟ يا حبيبي خاف على صحتك يا اخويا، حاجبك توجعك من كتر الدهشه. الثقه فين الثقه؟ هو انا بعد ما شفتك بعينيا دول وانت واقف بتتنحنح جنب شباك الوليه هصدقك ابدا؟ اطلب لي محمود اخويا حبيبي، هو اللي مش هيخبي عني حاجه ابدا. طبعا ما انا وقعت في عيله من اولياء الله الصالحين وانا الشيطان الوحيد اللي في وسطيكم. الله اكبر، انت اللي قلت. الحمد لله يا اخويا، متشكرين قوي من كرم اخلاقك. اهو تليفونه مقفول، خدي اطلبيه عشان تتاكدي بنفسك. ولا بلاش، اشطفي ايدك الاول وبعدين اطلبيه، دي بقت عيشه طهه. طب ما تتحماش علينا قوي كده. بقول لك ايه يا ريس والنبي، هي الورشة دي بتفتح الساعة كام؟ أصل كنت جايبة عربيتي عشان أصلحها بس الظاهر إن جيت بدري شوية. لا بدري يا أستاذة، الحاج جابر ربنا يفك سجنه بيفتحها من الساعة 6:30 الصبح، الله يجازي ولاد الحرام بقى. ليه هو الحاج جابر جراله إيه؟ ده أنا لسه كنت عنده إمبارح الصبح وكان زي الفل. هو عمل حاجة؟ بيقولوا إمبارح بالليل جت عربيات كتير أخدته من قلب بيته، ومش بس كده، دول أخدوا كمان الصناعية اللي شغالين معاه في الورشة، كان مسكنهم في شقة فوق السطح اللي جنب بيته. ليه هو ايه اللي حصل؟ معلش يعني لما اخذ في السؤال، بس انا كنت مدياله فلوس عشان يشتري لي قطع غيار للعربيه وعايز اعرف الموضوع هيطول ولا لا. لا ربنا يعوض عليكي بقى، شكله الموضوع كبير. طيب يا ريس متشكره. سلام. ايوه يا احمد. متاكده انك ما شفتيش محمود واقف مع باقي العمال قدام الورشه؟ لا 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 لا، ما تحاوليش تعرفي اسامي الناس اللي اتاخدت، انا عارف اسامي الناس اللي ساكنه معاه. مفيش داعي للمخاطره يا راجل. يا شادي كلم محمود من عندك ولا اقول لك بلاش لحسن يكونوا عاملين تتبع للنمر. خلاص يبقى انا هكلم البيت في رشيد يمكن يكون عندهم اخبار، ما هو لو اتمسك لازم هيعدوا على ابويا عشان يعملوا معاه الواجب. يلا سلام، خدي بالك من نفسك وانت جايه وغيري كذا مواصله. باي. شادي بقول لك ايه، خش على النت شوف لو في اخبار عن اي حملات قبض لاي حد نعرفه، وبرضه خش على مواقع السلفين يمكن نلاقي اي حاجه. يا رب استر. الو الو، صباح الخير يا ماما. احمد ازيك يا حبيبي، صباح الفل والياسمين يا نن عين امك. ايه يا واد مش عوايدك يعني، خبالة تكون بوست وبقيت بتصحى بدري وتروح محاضراتك. اه والله يا ماما المذاكره شد عليا قوي وانتي وحشتيني يعني، فقلت اكلمك تدعيلي. ده عيالك يا حبيبي، ده عيالك من كل قلبي. ده انا عملت لك حجاب عشان الامتحانات ودفعت فيه ميايه، ده غير الحجاب بتاع اخوك. الا فين الواد الندل ده؟ ما كلمنيش امبارح طول النهار والنهارده قافل الموبايل. تلاقي تلفونه اتسرق منه، ما انا عارفه حظه قليل يا عين امه. ما تنطق يا ولد، اخوك فين؟ ها؟ معرفش، اصل انا لما روحت امبارح بالليل هو كان نايم، ولما صحيت النهارده كان نزل الشغل خلاص، بس هو اكيد كويس ما تقلقيش. وهقلق ليه؟ انا بس كنت عايزه اطمن عليكم واسمع صوتكم يا ولاد الفرطوسه يلي قلوبكم حجر.
صحيح، قلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي عليا حجر. هو بابا فين؟ ولا فيك ايه؟ مال صوتك؟ لا مفيش خالص. مفيش؟ انا عارفاك تلاقيك عملت مصيبة سودة وعايز تستنجد بابوك. لا يا ماما انا بسأل عادي يعني، ما انت عارفاني انا بنسى ميعاد الورديات بتاعته، ابقي سلميلي عليه لما يرجع. الله يسلمك يا اخويا، عارف لو طلعت عملت مصيبة انا هعرف، وساعتها بقى مش هرحمك. ما تقلقيش يا امي، يلا ادعيلي. سلام. مع ألف سلامة يا حبيبي. الواد شكله مش طبيعي، يكون فيه ايه بس؟ خبلة يكون عايز فلوس وهيطلبها من ابوه، وابوه هيتنكد وبعدين ينكد عليا، وانا ما صدقت مزاجه يتعدل. ربنا يستر. ما اطمن بقى على كتة قلبي.